وهنا شوط آخر ينطلق وشوط يسير في لقاءات التحدي ولقاءات المساء في هذه الأمسية، مساء المرموم الذي يجمعنا بحضراتكم مع الكبار في هذه الانطلاقات. على بركة الله يسير هذا الشوط معلنا تحديات أخرى وتواصل آخر في مساء اليوم، وهذا الشوط خاص بالزمول أو بالجعدان المهجنات الأصايل لتسير هذه الدفعة وتنطلق هذه الأسماء مجددا مشاهدين الكرام في هذه المشاركات وهذه التحديات. على بركة الله نسير إلى أول المراكز وأول المنطلقين نحو صدارة هذا الشوط، وبلا شك هنا يندفع على المقام الأول ليأتي براق من هجن العاصفة يتقدم على الأسماء وينطلق نحو صدارة الشوط، يضمر حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك وصول من قبل الظليم يحتل المركز الثاني، تعود ملكيته ليعان بن سلطان، تعود ملكيته لسعادة الشيخ يعان بن سلطان الثاني، وفي عملية التضمير فهد بن سالم المري من يتواجد مشاهدينا الكرام في تضمير الظليم على المركز الثاني. النقلة التالية على المركز الثالث، على المركز الثالث رشاد ثالث المراكز، هجن العاصفة تتقدم ثالث ورابع المراكز لتقدم نجد وشهاب في هذا الموقع، وموقعين من مواقع التنافس في هذا اللقاء. بينما في التضمير ياتي حمد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس، المركز الخامس هناك يتواجد صغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، ضمن السهيل بن سالم العامري من يحتل المركز الخامس. اذا خماسيه على هذا الشوط ايها الحبل الكريم بهذه المشاركه، خماسيه ختاميه لانطلاقات المسائيه بالفعل مع تواجد الجعدان المهجنات الاصايل في امسيه من اماسي بالفعل الناموس ومن اماسي الاسماء التي تالقت وحضرت في امس هذا اليوم، وكان يعني من حليف الانتصار وكذلك التوقيت الزمني المميز الذي تواجد في مساء اليوم بهذه المشاركه المميزه والخطيره. نعود ببدايه الشوط، نعود الى المركز الاول ولا زال براق متصدر هذه المجموعة ليحتفل مع الجميع بمشاركته الأولى وانطلاقاته على رأس الهرم لهذا الشوط مع هجن العاصفة. بينما في التضمير يأتي الواثق حمد بن راشد بن غدير ليتقدم في هذا المساء بهذه التحف المسائية الجميلة وتقديم أروع وأجمل الانطلاقات المسائية في هذا اليوم. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هناك يأتي الظليم، تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الشافي، وفي التضمير والمتابعة فهد بن سالم المري. لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني والتضمير عند فهد بن سالم المري من يتواجد على المركز الثاني حفلنا الكريم. بينما المركز الثالث، المركز الثالث والرابع هناك نجد وهناك شهاب من هجن العاصفة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. بينما في التضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس نسير مشاهدينا الاعزاء الى تواجد صغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، وفي التضمير سهيل بن سالم العامري. هذه النتيجه حتى هذه اللحظات للمراكز الخمسه الاولى المنطلقه حفلنا الكريم في مساء هذا اليوم وفي تواجد هذه الاسماء. بينما نعود الى البدايه، نعود الى براق من يسيطر لا زال على المركز الاول يقدم مع هجن العاصفه هذا الانتصار وهذا التحدي. هناك في المركز الاول براق من هجن العاصفه لا زال على المركز الاول مقدما هذا العرض المميز والمطلوب من خلال تواجد شعار هجن العاصفه الذي يؤكد بهذا الموسم بانه متواجد بقوه مع الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير. بدأ في الانفراد والمسير نحو صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني بدأ يعني يزيد الفارق ويحط هذا الفارق، هناك الظليم من يحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني، وفي التضمير فهد بن سالم
المري. مشاهدي الكرام، من يقدم الظليم في هذه الانطلاقة بكل هذه المشاركة؟ إن شاء الله ستكون مشاركة فاعلة في الأيام القادمة يا المري، مع تواجد هذا الشعار ومع تواجد كذلك الانطلاقات والمنافسة الحقيقية في تواجد شعاراتنا العملاقة بينهم المركز الثالث. المركز الثالث الآن غير الشهاب واحتل المركز الثالث، تعود ملكيته من هجن العاصفة، بينما تضميره ومتابعته من الواثق حمد بن راشد بن غدير، يليه كذلك الشهاب في هذه الانطلاقة وهذا التواجد ونجد، وفي التضمير حمد بن راشد بن غدير يقدم ثلاثية لهذا الشوط في المشاركة المسائية. بينما المركز الخامس هناك صغان يتواجد على المركز الخامس، وتعود ملكية سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، بينما في التضمير والتدريب سيل بن سالم العامري. هذه الخمس المراكز الأولى حتى هذه اللحظات، وأربعة كيلومترات انتهت مشاهدين الأعزاء في تنافس هذا الشوط، في تنافس هذا الشوط. نسير ونعود مشاهدينا الكرام بحضراتكم من جديد إلى لحظات الناموس، ولا يزال على المركز الأول، لا يزال براق هو مقدم حتى هذه اللحظات هذا العرض المميز والعرض الجميل لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام، براق يحتل صدارة هذا الشوط مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، وأكيد تغريدة مع هجن العاصفة على المراكز الأولى لتقديم دائما التنافس المميز والتنافس الجميل ليرضي الجماهير وعشاق هذا الشعار والذين يتابعون أكيد كل تحركاته وكل أسماء اللي تصير معاه دائما في كل المشاركات. بينما حصل تغيير شعار هجن العاصفة، يغير على المركز الثاني وعلى المركز الثالث كذلك، ليقدم نجد ويقدم شاب في هذه المجموعة وضمن هذا اللقاء المسائي. ما شاء الله تبارك الله، ثلاثية إذن للعاصفة في هذا الشوط، تسير ولكنها تسير بهدوء الكبار نحو خط النهاية ونحو ناموس هذا الشوط. بينما المركز الرابع هناك تراجع من قبل الظليم لسعادة الشيخ يعان بن سلطان الثاني، وفي التضمير والمتابعة فهد بن سالم المري. مشاهدينا الكرام، هناك يتواجد يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس صغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، ويضمر سهيل بن سالم العامري يحتل المركز الخامس. هذه خمس مراكز أولى حتى هذه اللحظات هي المسيطرة على ناموس هذا الشوط. أعود أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى بحضراتكم إلى مسار هذا الشوط وإلى تحديات البداية. لا يزال براق مسجل نفسه الحضور الأول على مجموعة البداية الأولى. هناك براق بدون منافس على الإطلاق حتى هذه اللحظات، يأتي معلنا بأنه هو بالفعل بطل لهذا الشوط الختامي في هذا المساء. براق من هجن العاصفة يتقدم ويسير نحو خط النهاية ونحو الناموس الأجمل في ختام انطلاقات هذا المساء، بينما في تضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير. نعود إلى المركز الثاني، نتابع ثاني المراكز أيها الحبل الكريم. لا يزال هناك في المركز الثاني إشهاب من هجن العاصفة يتقدم نحو المركز الثاني، عملية التضمير أو الملكية لهجن العاصفة والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث هجن العاصفة تتقدم كذلك مع وجود نجد على المركز الثالث ضمره حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع الظليم يحتل المركز الرابع ظليم لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني، وعملية التضمير مع فهد بن سالم المري. هكذا هي النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء لهذا الشوط. ها
هكذا هو المسار أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء. ها هي الرباعية لهذا الشوط، أصبحت رباعية ولكنها بالفعل تقدم جميل وملحوظ ومحسوس وملموس. إذن مشاهدينا الكرام نعود إلى البداية، نعود إلى براق لا يزال مسيطرا حتى هذه اللحظات على خط البداية الأول، الخط الأول والخط الجميل في انطلاقة هذا الشوط. الله يا براق لا يزال مسيطر لهجم العاصفة يضمر حمد بن راشد بن غدير، ولكن عند هناك استراحة المحارب اللي تقدم فيها من خلال تواجده على هذا الشوط وعلى المركز الأول، وهو سيد الموقف حتى هذه اللحظات، سيد الموقف حتى هذه اللحظات. 1200 على خط النهاية، 1200 ولا يزال براق أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء منفردا بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما في المركز الثاني والثالث هناك بنفس الشعار الهجنة العاصفة ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم هذه الثلاثية ويعلن كذلك عن تواجد هذه الأسماء المهمة في أمسية هذه الليلة بعدما قدم الشايبة في أول الأشواط المسائية، والذي يقدم التحدي ويقدم المزيد من الإثارة مع وجود هذه الأسماء بالفعل. ولكن براق هنا يصدح بصوته ويسير في المركز الأول لتشع عبروقه على صدارة هذا الشوط، معلنا بأن بالفعل منذ البداية حتى خط النهاية وهو صاحب المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. براق إذا منهجن العاصفة متقدم مشاهدينا الأعزاء، ولكن هناك هجوم من خلال تواجد كذلك أيضا نجد يحتل المركز الثاني لهجن العاصفة، والواثق حمد بن راشد بن غدير يديره في عملية التضمير والتدريب يحتل المركز الثاني. بدأت أيضا كذلك شعلت هذا الشوط، ولكن نعود إلى البداية ونعود إلى براق هو المسيطر، ونجد يحاول في المركز الثاني لا يزال هناك نجد على ثاني المراكز لهجن العاصفة، بينما براق هو المتقدم الحقيقي لهذا الشوط وهو صاحب الشوط حتى هذه اللحظات أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء. براق ونجد، نجد وبراق واللحظات الأخيرة المسائية اللي تهدي لهجن العاصفة هذا الفوز والانتصار، ومع انطلاقة بالفعل هذا الشوط وختامه من خلال هذه اللحظات. هناك اللحظات تهانينا والناموس لهجن العاصفة على الفوز والانتصار، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير على تقديم دائما الأفضل والأجمل في ميادين السباق وتحقيق الانتصارات دائما مهمة مع هذا الشعار المميز. هنا نجد يغير واحتل المركز الأول ليهدي العاصفة هذا الفوز الأول والثاني مع انطلاقة نجد، وكذلك براق في هذا الشوط المركز الثالث الشاب من هجن العاصفة مشاهدين الأعزاء ثلاثية لهذا الشوط، بينما المركز الرابع هناك ظليم لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني، وفي التضمير فهد بن سالم المري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام. هكذا أيها الحل الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة الحاضرة في أجواء هذا الشوط للخماسية، ولكن نعود إلى التوقيت الزمني مع لحظات الوصول ولحظات الختام. بالفعل هنا يأتي 13 دقيقة 17 ثانية وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز النجد بالمركز الأول، وتهانينا للواثق حمد بن راشد بين غدير، بينما اللي وصل واحتل المركز الثاني كان في البراق من هجن العاصفة، أيضا قدم عرض مميز وعرض ممتاز. ثاني للعاصفة وهجنة وللواثق حمد بن راشد بن غدير 13 دقيقة 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية، بينما شهاب حل في المركز الثالث هجن العاصفة وقدم كذلك مستوى رائع وفائق في المنافسة القوية لهجن العاصفة. تهانينا والناموس. لحظات الختام مشاهدينا الكرام، وهنا توقيته الزمني الذي من خلاله حصد مشاهدي الأعزاء وانتقل إلى المركز الثالث بتوقيت زمني في هذه اللحظات، ليحضر التوقيت الزمني والانطلاقة المميزة بعد ابتعاد نجد والشاب عن البقية. هنا يأتي ب 12 13 دقيقة 42 3 أجزاء من الثالث.